الحارس الأساسي طه موسى يغيب عن تشكيلة الفريق، وصبح شوفان وباسل مصطفى، وهنا العرضية والرأسية. الله يا كرم يا عمران، الله يا كرم يا عمران، وقد يكون الهدف الأغلى في مسيرته لكرم، وقد يكون الهدف الأغلى في مسيرتك يا كرم. المجد يحاول ويسعى لتسجيل هدف التعادل. يا سلام يا سلام يا صياح نعيم على هذا الهدف. 1-1 تصبح النتيجة، هذا ما كان يتمناه فريق أهلي حلب وفريق المجد، وهذا ما كان يخشى منه فريق الفتوة. هدف هدف ولا أروع سجله صياح نعيم في شباك ويليام غنام، يبحث عن حل، يبحث عن منفذ. مصطفى جنيد أرسل عرضية، هذه الكرة ولكن الإبعاد، الإبعاد كان، وإنقاذ الموقف من عبد الهادي قصار ومدافعي فريق المجد. مصطفى جنيد يحاول من هنا على الله طرف أحد مصادر الخطورة الهجومية، ضياء الحق محمد والرأسية. على الدالي يبقي على آمال فريق الفتوة باللقب، علاء الدالي صاحب هذا الهدف، صاحب هدف اللقب، علاء الدالي. يا سلام الحلبي، ويدخل بشار قدور كلاعبي هجوم، علاء الدالي يمر، علاء الدالي. الله 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 يا علاء، الله يا دالي على هذا الهدف وعلى هذا المرور وعلى هذا الفاصل المهاري. عند علاء الدالي المحاولة الآن الزورية، التمريرة وصلت للعبادي، فرصة الرابع. يا سلام يا سلام يا عبادي، يا سلام، نعم ختمها العبادي بهذا الهدف.